التحريض في أوساط أقطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف ليس مجرد عادة أو تقليد، إنما هو أداة يطور المتطرفون قدراتهم بها ظنا منهم أنهم قادرون على قلب الصورة، الصورة التي لن تتغير يوما. فالاحتلال بسياساته وجنوده سيبقى المعتدي الغاشم، والفلسطيني هو الضحية التي لن تتردد يوما في السعي وراء حقها المسلوب والمنتهك اليوم وكل يوم. أنتم مع بانوراما هذا اليوم وساعة جديدة، هذه أبرز ملفاتها. إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين وسط اهتمام خاص بمخرجاتها وانعكاساتها على لجنة تعيين القضاء. ائتلاف نتنياهو يشرع غدا بنقاش مشروع قانون عدم المعقولية ضمن مسار عودة الحكومة لخطة إضعاف جهاز القضاء. وغضب في النقب جنوبي البلاد بعد قرار لجنة التخطيط اللوائية في بئر السبع بناء 5 مستوطنات يهودية. أهلا بكم. استشهد شاب مهند شحاضي البالغ من العمر 26 عاما من قرية عوريف جنوب نابلس برصاص مستوطن على طريق رام الله نابلس. وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن مستوطنا أطلق النار صوب الشاب شحاضي عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في المنطقة أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين. وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون المنازل الواقعة على أطراف قرية بورين جنوب نابلس حيث تصدى لهم الأهالي، كما هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية. هذا ودعا المستوطنون لمسيرات انتقامية في مناطق متفرقة لمهاجمة أبناء الشعب الفلسطيني. ومن جهته شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته اليمينية حملة تحريض على أبناء الشعب الفلسطيني، فيما دعا المتطرف إيتمار بن غفير إلى شن عملية واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة لما أسماها بسياسة الاغتيالات. وبدوره حرض نتنياهو بالقول إن كافة الخيارات مفتوحة بعد عملية إطلاق النار، كما وحرض على مزيد من إراقة الدماء. إلى ذلك، استشهد الشاب خالد مصطفى صباح البالغ من العمر 24 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة طوباس. وفي التفاصيل، اعترضت وحدات خاصة من جيش الاحتلال مركبة كان يستقلها الشاب وأطلقت صوبه النار بصورة مباشرة، ما أدى إلى استشهاده في المكان. وللوقوف عند آخر المستجدات والتطورات، تنضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي مراسلتنا رماح مفيد. أهلا بك رماح، ودعينا نبدأ من أبرز ردود الأفعال الإسرائيلية التي رشحت في الساعات المنصرمة. نعم أمير، في الحقيقة أن هذه العملية يعني ضبطت القادة الإسرائيليين العسكريين والسياسيين في حالة ذهول، رغم الحديث السابق بأن حدوث عمليات أو محاولات حدوث هذه عمليات مشابهة أمر متوقع بعد العملية العسكرية التي قامت بها القوات الإسرائيلية في جنين. ما حدث هو تصريحات متفاوتة، تصريحات تكشف أمير بأننا نقف أمام حكومة نصفها يميني متطرف لا يحمل المسؤولية ونصفها الآخر مسؤول. ننظر مثلا الآن إلى الاجتماع أو الجلسة الطارئة التي يعقدها بنيامين نتنياهو في هذه اللحظات، وفيها أمير تم الجلوس والتشاور مع رئيس جهاز المخابرات، مع وزير الأمن يوآف جالانت، مع قادة عسكريين آخرين، ولكن تم استثناء بمن يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بسبب تصريحاته المتطرفة وموقف الجيش والشرطة منه، وبالتالي أيضا موقف بنيامين نتنياهو بالنظر له لإيتمار بن غفير بأنه شخص غير مسؤول ولا يمكن إدراجه في قضايا حساسة وهامة قد تشعل الأراضي إلى ما هو أكثر مما هي عليه الآن. كذلك الأمر تم استثناء باتسيل إيل سموتريتش، هو الذي يعني
طالب كثيرا وألح بالحصول على منصب وزير في وزارة الأمن، ولكن كلاهما قام بنيامين نتنياهو باستثنائهما من جلسات التشاور لتقييم الوضع. كما ذكرت، بنيامين نتنياهو قال بأن كل المقترحات مفتوحة ومطروحة على الطاولة، بما في ذلك عملية عسكرية واسعة. إيتمار بن جبير الذي وصل إلى موقع العملية في مدخل مستوطنات عيلي قال طالب، وهذا أمر يعني يشير إلى خطورة الأمر لأنه وزير ليس لأنه إيتمار بن جبير، طالب سكان المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بحمل السلاح بحجة أن ذلك قد ينقذ حياتهم، وهذا يعني منحهم شرعية للقتل الفلسطينية بمجرد أنهم يشتبهون بذلك. كذلك الأمر طالب إيتمار بن جبير وزير الأمن ورئيس الحكومة بفتح عملية واسعة، وطالب بإعادة عملية الاغتيالات المخصصة ضد قيادات فلسطينية وشخصيات يعتقد بأن جهاز المخابرات يشتبه بهم. هناك أوريت ستروك من الصهيونية الدينية التي تطالب الآن بمنع الفلسطينيين من حرية الحركة على الشوارع الرئيسة التي يستخدمها المستوطنون كعقاب جماعي، وأيضا نعم. وهذا يدفعني رماح لأن أسأل، يعني إبان هذا المنسوب الكبير من التحريض على أبناء الشعب الفلسطيني، على أي نحو أتى هذا التحريض؟ وأيضا أسأل، هل جاء ربما لامتصاص الغضب المتنامي في أوساط المستوطنين الإسرائيليين على أقطاب اليمين والحكومة الإسرائيلية؟ أمير، من صرح بالمطالبات المتطرفة مثل العقاب بمنعهم من منع الفلسطينيين من التحرك وبحمل السلاح هم لا يحسبون على الجانب العقلاني في الحكومة. كان لدى بنيامين نتنياهو هدف من وجودهم في هذه الحكومة ليظهر هو بالمعتدل، ولكن هذه تصريحات معتادة. أوريت ستروك، إيتمار بن جبير، سموتريج وكل أعضاء اليمين المتطرف من الأحزاب الحديدية معروفون بهذه التصريحات، لا يحتاجون لعملية مثل هذه العملية النوعية التي ينظر لها بإسرائيليا بفشل جهاز أو المنظومة العسكرية باكتشاف هذه العملية وبمحاولات منعها، تحديدا بالحديث عن الشباب الذين قاموا بتنفيذها وعن الضحايا. هناك ألم إسرائيلي سابق بأن هذه المستوطنة قبل 20 عام أمير تعرضت كذلك الأمر لعملية، وكان هناك كل حالة الاستنفار هذه. أشكرك جزيل الشكر مراسلتنا رماح مفيد على هذه الإحاطة. مباشرة إلى ملفنا الأول، حيث انطلقت اليوم انتخابات المجلس القطري لنقابة المحامين، والتي تخوضها قائمة درب الكرامة والنزاهة، وهي القائمة العربية الموحدة التي تمثل المحامين العرب. إلى ذلك، تكتسب هذه الانتخابات أهمية قصوى في ظل محاولات الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على جهاز القضاء والسعي لسيطرة الائتلاف الحكومي على المجلس القطري لنقابة المحامين، وما يؤثر في تركيبة لجنة تعيين القضاة. تعيش نقابة المحامين في البلاد أجواء انتخابات استثنائية، والتي يعتبرها البعض حربا ما بين الائتلاف والمعارضة، في حين يخوضها المحامون العرب بقائمة عربية موحدة بهدف التمسك بالجزء البسيط من الديمقراطية تجاه المجتمع العربي، وعدم السماح بظهور نقابة ذات طابع يميني. هاي المرة مش بس انتخابات نقابية، إنما تكتسب صبغة سياسية، بمعنى أنه إحنا اليوم عم نعيش فترة اللي فيها انقلاب قضائي. الحكومة واليمين والائتلاف الحاكم عم بحاول يعمل انقلاب قضائي على النظام القضائي الموجود لحد اليوم مع كل الإشكاليات اللي فيه. وبدون شك الكل بعرف أنه الحكومة والائتلاف الحاكم واليمين واليمين المتطرف والليكود ورئيس الحكومة متجندين من الطرف للطرف، حتى عملوا إشي بسموه حمال، يعني حيدر من الحماة. لهاي الدرجة هن يعني مهتمين بالموضوع، عملوا حيدر من الحماة غرفة حرب، وكأنه في حرب، لأنه هن عارفين أهمية هاي المعركة الانتخابية لنقابة المحامين. هناك اهتمام واسع من المحامين
إن كان من اليمين وإن كان من اليسار. هناك تضارب قوى وعمالهم بفرج كل واحد قوته، لأنه اليوم إحنا شايفين إنه جهاز القضائي عماله بروح مع هاي الحكومة، عماله بتروح الاستقلالية تبعته. فعشان هيك إحنا متواجدين اليوم نصوت. في هون طرفين، طرف بده يرأس الإشكاء اللي هو مع المهبخة المشبتيت الثورة القضائية، وطرف اللي ما بده هاي المهبخة المشبتيت اللي طبعا إحنا جزء من الداعمين. ويعتبر المحامون أن انتخابات النقابة بإمكانها تعزيز الانقلاب القضائي أو إضعافه، مما يعني تضاعف الخلاف السياسي بين أروقة الكنيسة من جهة وإمكانية مطالبة شعبية بإسقاط الحكومة الحالية. في حالة بحاجة لتشريعات في إمكانيتين، إذا قرر رئيس الحكومة ما يعمل هاي التشريعات فالطرف اليميني عنده في الحكومة ممكن يطلع، وإذا عمل هاي التشريعات الشارع راح كيف صار الليلة اللي فيها أخال بيبي نتنياهو أخال وزير جالانت، شفنا اللي صار بالدولة. فبالحالتين بفكر الانتخابات هي جدا مصرية، مش أوكي للمحامين والمصير الديمقراطي، ولكن ممكن نتائجها حتى توصل لإسقاط هاي الحكومة، خصوصا الحكومة اللي هي من أسوأ حكومات دولة إسرائيل. 77,000 محام هو عدد أصحاب حق الاقتراع في انتخابات النقابة، منهم مؤيدون للانقلاب القضائي ومنهم الرافضون له، وعين كبيرة من الكنيست على نتائج الانتخابات التي ستكون بداية النهاية للانقلاب القضائي يراها المحاربون دفاعا عن الديمقراطية في هذه البلاد. وللوقوف عند مجريات هذا اليوم الانتخابي لنقابة المحامين ينضم إلينا الآن من مدينة الناصرة مراسلنا خليل أديب. إذن خليل، ضعنا في مسار هذا اليوم. نعم أمير، إذن نحن الآن نتواجد في مبنى نقابة المحامين لواء شمال مدينة الناصرة، حيث شاهدنا منذ ساعات الصباح إقداما كبيرا للمحامين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي تعتبر استثنائية بلا شك، كونها ذات تأثير كبير على الحرب الدائرة ما بين المعارضة والائتلاف الحكومي في قضية التعديل القضائي. من الجدير ذكره أمير أن المحامون العرب خاضوا هذه الانتخابات بقائمات عربية موحدة، ربما للتمسك بالجزء البسيط من الديمقراطية تجاه المجتمع العربي، وأيضا لمنع إقامة أو تشكيل نقابة ذات طابع يميني والتي من الممكن أن ترجح كفة الائتلاف الحكومي في قضية التعديل القضائي. إذن أرحب بضيفي الأستاذ المحامي عصام أبو نصار المرشح الخامس عن قائمة درب النزاهة والكرامة. بداية أستاذي، هل هنالك من طيات لربما حول الانتخابات قبيل إغلاق هذه الصناديق؟ المعطيات الأخيرة اللي عندنا هي معطيات لحوالي الساعة 6. في لواء الشمال عندنا كان نسبة التصويت حوالي 50%، ما عندنا معطيات دقيقة من باقي الألوية، ولكن المعطيات اللي عندنا كانت تقول إنه في معاقل اليمين في تصويت، في استنفار للتصويت. تأخر أكثر بالليل نعرف أكثر المعطيات ونقدر نقدر إيش صار معنا بهذه الانتخابات. إذا نحن الآن نتحدث عن انتخابات ذات تأثير كبير على قضية التعديل القضائي، نحن الآن نتحدث عن انتخابات لربما قد ترجح كفة الائتلاف والمعارضة، حيث نرى أن هنالك أعين كثيرة تراقب نتائج الانتخابات ما يؤكد أهميتها حول الخلاف السياسي بقضية التعديل القضائي. ما هو موقف قائمة درب النزاهة والكرامة القائمة العربية في هذه القضية؟ طبعا احنا ضد ما يسمى بال او ما نسميه بالانقلاب على جهاز القضاء، لانه محاوله الحكومه للسيطره على سلطه القضاء هي عمليا محاوله لدمج الثلاث سلطات في سلطه واحده. اذا هذا تحقق هاي الدوله فقدت ما تبقى من ديمقراطيتها. طبعا لنا مواقف ولنا امور معينه تخص وانتقادات تخص المحكمه، وخاصه المحكمه العليا في تدخلها او بعض الاحيان في عدم تدخلها أمور تخصنا كمجتمع عربي، ولكن مبدأ فصل السلطات هو أحد أهم مبادئ الديمقراطية، وأقل المحكمة نوعا ما تنصف الأقليات نوعا ما، وكمجتمع هو أقلية هذا وجود المحكمة كمحكمة منفصلة ومستقلة هو أمر مهم. إذن نحن الآن إذا أردنا أن نفترض أن إذا الانتخابات أدت إلى فرض واقع تريده المعارضة، فمن المتوقع أن يذهب اليمين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمرير التعديل القضائي عبر الكنيست، الأمر الذي يتوقع منه البعض بداية النهاية أي إسقاط الحكومة الحالية. كيف من بالإمكان تفسير ذلك؟ طبعا لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، فالله وحده يعرف ما سيحدث في المستقبل، ولكن الأمور واضحة.
إذا نجحنا قائمتنا مع مرشحنا لرئاسة النقابي المحامي عميد باخر لندعمه لأنه هو الأقرب إلنا من النواحي القانونية والاجتماعية وغيرها، إذا نجحنا عمليا الحكومة تقدر تمرر الانقلاب تبعها، ما بعود عندها طريقة إلا العمل على تشريعات. يعني هي اليوم عم بتحاول عن طريق نقابة المحامين وممثليها خاصة في لجنة تعيين القضاء تسيطر على المحاكم بشكل غير مباشر ودون أن تمرر التشريعات، ولكن إن لم تنجح بذلك بسبب نجاحنا ونجاح المرشح اللي احنا بندعمه كما يظهر الحل الوحيد هو التشريعات. وإذا الحكومة برأس بيبي نتنياهو حاولت تعمل هذه التشريعات عبر الكنيسة، على الأغلب سيثور الشارع الإسرائيلي اللي هامه ديمقراطية الدولة، وهناك على الأقل الاستطلاعات بتورجينا أنه لا في يمين ولا يسار، يعني حتى اليمين نوعا ما معارض أو قسم كبير من اليمين يعارض هاي التصليحات أو الانقلاب هذا على سلطة القضاء ويرغب ولو بطريقته على بقائه. فالنتائج اليوم أو عمليا إن شاء الله بكرة بتكون عندنا هي جدا مصيرية لمعرفة حتى مصير الدولة ولربما مصير الحكومة الموجودة. أستاذ عصام أبو نصار المرشح الخامس عن قائمة درب النزاهة والكرامة، شكرا جزيلا لك. إذن نحن شاهدنا قدوم أو إقداما كبيرا من المحامين العرب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الاستثنائية بلا شك. طبعا نذكر أنه 77,000 محام هو عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات، منهم المؤيدون للتعديل القضائي ومنهم الرافضون له. إذن الجميع ينتظر نتائج هذه الانتخابات كونها ذات تأثير على هذه القضية. نختتم هذه المداخلة من نقابة المحامين لواء شمال مدينة النصر، عودة إليك أمير. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا خليل أديب على هذه الإحاطة، كما نشكر كذلك ضيفك الكريم. أما الآن فينضم إلينا في الاستوديو مرشح قائمة درب الكرامة والنزاهة العربية المحامي هشام داود، أهلا بك سيدي. في بادئ الأمر ربما دعنا نتوقف عند المعطيات التي وردت في هذه الإحاطة الميدانية من الزميل خليل أديب، والحديث عن أن المعطيات حتى الساعة السادسة مساء تشير أو تدلل على أن 50% هي نسبة التصويت في هذه الانتخابات مقابل استنفار كبير في معاقل اليمين الإسرائيلي، كيف تقرأ ذلك؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. المعطيات اللي موجودة عندنا مثل ما قال زميلي عصام أبو نصار هي معطيات استثنائية جدا بهاي الانتخابات. بأي مفهوم؟ بمفهوم عدد المصوتين بالذات من المحامين من الوسط اليهودي، كان اليوم بخلال النهار كله إقبال غير مسبوق على التصويت، وهذا ناتج عن الأوضاع السياسية اللي موجودة اليوم في البلاد، على وجود منافسين وسيطرة على النقاب على لجنة تعيين القضاء. بالفعل نسبة التصويت عندنا احنا كمحامين عرب بوجود قائمة عربية واحدة زادت شوي بعد ما في عندنا المعطيات الأخيرة. الإشي بنعكس الاستثنائية الأمر، بنعكس كمان بأنه ولأول مرة في الانتخابات يعني كناشط في الانتخابات وكمرشح وكفعال بالانتخابات للمرة الرابعة على التوالي، لأول مرة يتم تمديد التوقيت للتصويت وذلك من كثرة المصوتين. التمديد حتى تمام التاسعة بتوقيت المحلي في نقابة المحامين حتى التاسعة حتى تمام التاسعة مساء. من ناحية كيف هذا الإشي ممكن ينعكس علينا؟ هذا ممكن ينعكس علينا كممثلين عرب. بما أنه تتحدث عن الانعكاسات، فعلاً ما نوع التأثير الذي يحمله وجود قائمة عربية موحدة مبدئيا على الصوت العربي في نقابة المحامين؟ كان التأثير كتير إيجابي ممتاز، حتى بقدر أقول لك ممتاز، لأنه هاي رغبة الشارع العربي بما فيهن المحامين. نعم. يعني الدعوة للوحدة للمشاركة لعدم الخلاف، هذا أدى لأنه ينعكس على الصوت العربي، وبالفعل كان في تلبية للنداء من قبلنا، ووجودنا كقائمة واحدة كتير أثر علينا للإيجاب.
لكن الانعكاسات لا تقتصر على الصوت العربي في هذه النقابة، إنما هناك ارتدادات وانعكاسات كذلك على المشهد السياسي العام في البلاد، تحديدا مع كل ما يجري من سعي وراء تعديلات قضائية، تعديلات تمس بشكل واضح جهاز القضاء الإسرائيلي، تضعفه وكذلك تضعف المحكمة الإسرائيلية العليا. كيف ترى ذلك؟ وبتقديرك أستاذ هشام، إلى أين تتجه الأمور؟ بدون شك الانتخابات اللي جرت اليوم وما زالت تجري لغاية الساعة 9 رح يكون لها انعكاس كبير. شفنا الإشي على أرض الواقع، كانت انتخابات استثنائية بمعنى انتخابات أكثر سياسية منها مهنية. عادة الصوت تبعنا بيكون انتخابات مهنية تدعو لمصلحة المحامي. اليوم المعركة كانت على استقلالية المحكمة، على استقلالية اللجنة تعيين القضاء، على وجود ممثلين من نقابة المحامين في تعيين لجنة تعيين القضاء. ومثل ما الكل بيعرف وبالوسائل الاتصال صلنا فترة نسمع في عنا مرشحين اثنين اللي هن كانوا المحامي عميد باخر والمحامي إيفي نبي، وكل يدعي يشد لجهة معينة مع التغييرات القانونية وضد التغييرات القانونية، وهذا الإشي كتير بين اليوم بالانتخابات على أرض الواقع. إلنا كعرب زيادة التصويت من قبل المحامين اليهود نأمل أن لا يضر فينا من ناحية عدد رفع نسبة الحسم وعدد الأعضاء اللي ممكن نأخذها، بالرغم من الخطوة المباركة اللي كانت بوحدتنا مع بعض. لو أني سأتي ربما باقتضاب على مسألة المرشحين الموجودين في هذه الانتخابات، باخر ربما نعرفه من خلال خطاباته في المظاهرات الأسبوعية المعارضة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، ولكن اليوم فقط كان هناك مقال واضح نقدي تجاه ترشح نافي لهذه الانتخابات كونه شخص مدان بقضايا معينة، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ ترشيح المحامي نافي كان لإلنا كلنا كمحامين مفاجأة، وبرأي شارع المحامين وبالأساس المعارضين لإيفي نافي بغض النظر عن الوضع السياسي هو ترشيح غير مقبول، لا يليق بنقابة محامين، لا يليق بمحامي يترشح لرئاسة نقابة المحامين مع بالرغم من إدانته بتهم اللي لا يقبلها أي إنسان بغض النظر عن كل الأعمال والأشياء اللي هي واقفة ضده والتي لم يتم تقديم، وهذا بطبيعة الحال يضر بصورة القضاء في إسرائيل والجهاز القضائي. هذا يضر بصورة القضاء، هذا يضر باستقلالية المحاكم، هذا يضر بنقابة المحامين كنقابة مستقلة إلها وزنها إلها كلمتها إلها تأثيرها بالسلطة القضائية. وبدون شك إحنا اليوم ببلادنا نقابة المحامين هي ركز من أركاز السلطة القضائية، يعني بدون شك بطبيعة الحال، وكل من المرشحين يحمل رؤية بخصوص أيضا مسألة ومبدأ فصل السلطات في إسرائيل تزامنا مع هذه الأزمة الدائرة. أشكرك جزيل الشكر المحامي هشام داود، مرشح قائمة درب الكرامة والنزاهة العربية في انتخابات نقابة المحامين. شكرا جزيلا. إلى ملفنا الثاني، حيث يشرع الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم يوم غد بنقاش مشروع قانون عدم المعقولية، وذلك ضمن العودة إلى مسار تشريعات خطة إضعاف القضاء. هذا وكان قد أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي عزمه العودة بشكل أحادي إلى تشريعات إصلاح جهاز القضاء، وذلك بعدما تعثرت المحادثات في ديوان الرئيس الإسرائيلي وفي أعقاب ما شهده الكنيسة من سجال بين أحزاب المعارضة والائتلاف خلال انتخاب لجنة تعيين القضاء.
ينضم إلينا في الاستوديو الآن مدير مركز مساواة الحقوقي السيد جعفر فرح. أهلا بك سيدي. في بادئ الأمر عندما نتحدث عن الشروع بنقاش يعني عدم المعقولية في إسرائيل وفي هذه المنظومة السياسية، لماذا ينطعد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي من مبدأ عدم المعقولية إلى هذه الدرجة؟ لأنه فيش منطق في أنك أنت تعطي للوزراء حرية أنه يتخذوا قرارات اقتصادية، قرارات اجتماعية، في تعيينات، في توزيع ميزانيات، بدون ما يكون في منطق في التوزيع. فبالنسبة للحكومة كل وزير بده يتصرف وكأنه هو الملك عمليا. الجهاز الحكومي الآن يريد أن يدير الدولة بأسلوب أنه الوزير المنتخب يستطيع أن يتخذ قرار بكل قضية بدون ما يكون هناك رقابة قضائية على اتخاذ القرارات. وهي قضية اللي كانت مهمة مهمة على فكرة. هذا الأسلوب أسلوب المنطق في اتخاذ القرارات الحكومية هو أسلوب اللي جلب من بريطانيا. نعم. يعني هذا النقاش كان في بريطانيا، والجهاز القضائي في بريطانيا تبنى يعني التعامل في المنطق باتخاذ القرار من قبل المؤسسات الحكومية. يعني مش معقول أنه يكون وزير في ضده لائحة اتهام أو أدين في المحاكم مثل درعي مثلا ويتم تعيينه وزير، فعندما تتوجه إلى المحكمة يمكن ما فيش قانون مباشر يمنع تعيين هذا الوزير كوزير في الحكومة، ولكن من غير المنطق أن تقوم الحكومة في تعيين درعي وزير على الرغم من إدانته 3 مرات على فكرة. نفس الشيء بموضوع المناقصات، ومهم الناس تكون تعرف أنه هذا يعني المنطق في القانون الإسرائيلي أو على الأقل بالقرارات المحاكم، محكمة العدل العليا وأيضا محاكم بمناطق مختلفة، ومنطق سيؤثر على كل موضوع المناقصات. يعني تأتي لجنة المناقصات في بلدية معينة وتقرر أن تعطي المناقصة بشكل غير منطقي لطرف معين بدون ما أي تفسير، وتتوجه إليها وتطلب تفسير بقول لك إحنا هيك قررنا. فكل القرارات المحاكم التي تدخلت واستخدمت المنطق في اتخاذ القرار الحكومي أو البلدي، أي مؤسسة يعني بلدية أو حكومية، اضطرت عمليا إدارة بروتوكولات، اضطرت البلديات أن تدير بروتوكولات، اضطرت الحكومة أن تقدم تفسير. بصيرش أنت تتوجه للحكومة تقول لها أنتوا أعطيتوا مناقصة مثلا لشركة سيلكوم، أي قضية حثت كان هناك مناقصة بحوالي 80 مليون شيكل اللي فازت فيها شركة سيلكوم بدون ولا أي منطق. وعندما تم تقديم الالتماس تم فحص المناقصة وكل الوراق اللي تقدمت في هذه المناقصة، وقررت المحكمة أنه غير المنطقي أنك تعطي المناقصة ب 80 مليون شيكل لشركة سيلكوم لأنه لم تستوفي الشروط اللي كانت في داخل المناقصة. هاي الصلاحيات اللي يعني خلال السنوات المحاكم أخذتها بالعلاقة ما بين الجهاز القضائي أو ما بين المواطن في الأساس والسلطة الحكومية، وهذا شيء مهم. يعني عندك قوانين، يعني هنا نستخلص بأن كل مسألة نقاش الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لمبدأ عدم المعقولية هو بمثابة وضع حد للرقابة. صحيح. وإقحام أكثر للفساد في السلطات إن كانت الحكومة وإن كانت السلطات المحلية كذلك بشكل واضح. يعني المنطق بيقول أنه في جهاز بيراقب المؤسسة الحكومية أو البلدية، بيراقب الأموال العامة، بيراقب اتخاذ القرارات. مش معقول أنت تيجي تقول أنه أنا اليوم بدي أمنع طفل من منح من منح التأمين الوطني على سبيل المثال لأنه أبوه ما خدم بالجيش. نعم. شو العلاقة؟ إنك أنت مش مفروض تمنع هذا الولد من أنه يأخذ تأمين وطني أو تعطيه الحق المتساوي في التعليم لأنه أبوه لم يخدم في الجيش. فعمليا في منطق يجب أن يكون وراء اتخاذ القرار الإداري من قبل الحكومة أو من قبل الوزير. الآن هذا يعني جزء من السلامة إحنا بنسميه، إنه مش قادرين يمرقوا كل الانقلاب الدستوري اللي عمالهم بيحاولوا يمرقوه، فأنا بمرقوا أجزاء مختلفة منه من خلال صن قوانين عادية، من خلال فأنا بتفاوضوا عمليا الحكومة يعني أو الائتلاف الحكومي يتفاوض في عند الرئيس الدولي، ولكن ويتخذ قرارات ويحاول أن يذهب ويعني يسن قوانين ستؤدي في نهاية المطاف إلى سن كل الانقلاب الدستوري اللي عمالهم بيحاولوا يعملوه بأسلوب السلامة، إنه شقفي شقفي كل واحد من القضايا اللي اكتسبناها كمان خلال نضال سنوات طويلة. هناك مكاسب، هاي مكاسب مهمة. مش معقول إنه المواطن لا يستطيع أن يجادل الحكومة في قرارات تتخذها الحكومة. في نهاية المطاف أنا كمواطن بدفع
بدفع ضريبة، أنا بدي رقابة على صرف الأموال العامة، ومش معقول أنه الوزير يقرر أو الوزير أو الحكومة يقرر أن يوزع هاي الأموال. نحن لا نتحدث هنا بهاي الحالة عن قوانين، عن إلغاء قوانين، نحن نتحدث عن إلغاء قرارات. يعني إحنا كان في عنا ملف من هذا النوع اللي عمليا اضطرت الوزيرة أن تسحب التعيين، تعيين سيدة يهودية مدير لسلطة التطوير الاقتصادي، كان تعيين غير منطقي انك تعين واحد مسؤول عن كل سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، بتعرفش عربي، مش عربية، مش عايش في داخل المجتمع العربي. فعندما قدمنا الالتماس كان في هناك خوف عند الوزير، وزير جولة جمليئيل في حين، وكان عنده الخوف انه القرار انه يتخذ قرار في المحكمة، فقامت بشكل اوتوماتيكي في الغاء التعيين، ونتيجة الغاء التعيين عمليا فاز حسن طوافري في المناقصة. عمليا بكثير حالات نحن نتدخل، نستخدم كمؤسسات حقوقية وكمان كمواطن يستخدم المنطق في تقديم الملفات. وهذا ربما يدفعني أيضا لأن نتوسع أكثر في القضايا المتعلقة بشكل مباشر بالمواطن العربي. يعني خلينا نجيب مثل قانون كامينتس. قانون كامينتس عمليا ما قامت فيه الحكومة والكنيسة وإلغاء المنطق فيه. يعني كان هناك منطق أنك أنت تيجي لعند القاضي بالسابق قبل قانون كامينتس وتفسر له ليش تعمر البيت، والقاضي كان في عنده حيز معين في أنه يقدر يراقب قرار الحكومة. فبقانون كامينتس على سبيل المثال بدون علاقة للتغييرات الدستورية إسه، ولكن بقانون كامينتس قررت الكنيسة أنها تمنع أي يعني قدرة عند القاضي أنه يقرر أنه هو يلغي أمر هدم. فعمليا عندما تذهب أنت إلى المحكمة وتطلب إلغاء أمر هدم وتضع المنطق وراء البناء حتى لو أنه كان بناء غير مرخص، في السابق كان يكون في هناك تأجيلات لسنوات طويلة، هنا حددوا المدة الزمنية وحددوا قدرة القاضي أن يتدخل في قرار السلطة الإدارية. يعني يصدر أمر هدم لمنزل أو لقرية كاملة مثل العراقيب مثلا، وعندما تتقدم إلى المحكمة صار في تحديد واضح. فنحن يعني نتحدث عن يعني خطوات قامت فيها الكنيسة والحكومة في تقليص صلاحيات المحاكم في مراقبة السلطة الإدارية أو الحكومة أو الوزراء. هذا قبل التغييرات اللي لسه بنحكي عليها، بنحكي على قانون كامينتس. صارت هاي الخطوات متخذة. قانون كامينتس فيش عند القاضي اليوم القدرة أن يستخدم المنطق الإنساني البشري في أنه يناقش سلطة الهدم عمليا في قرار هدم منزل. إضاءات وإحاطة أكثر من هامة أستاذ جعفر فرح في هذا الموضوع وهذا الملف المتعلق بعدم المعقولية ومناقشة الائتلاف اليمين الإسرائيلي الحاكم هذا الأمر يوم غد. أشكرك جزيل الشكر مدير مركز مساواة الحقوقية الأستاذ جعفر فرح. يسود امتعاض واسع النطاق أوساط الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة البكروت بسبب وجود أخطاء فادحة في ترجمة الامتحانات من اللغة العبرية إلى اللغة العربية، ما يؤثر في التحصيل العلمي والعلامات للطلاب العرب. أخطاء لغوية قاتلة وترجمة مغلوطة في امتحانات البكروت أثقلت كاهل الطلاب في مدينة أم الفحم بشكل خاص والمثلث بشكل عام، وفق ما يقول آدم محاجني رئيس مجلس الطلاب البلدي وطالب في المدرسة الأهلية أم الفحم، والذي عبر عن انزعاجه الشديد من الأخطاء اللغوية التي وصفها بالفظيعة في امتحانات البكروت والتي شكلت عائقا أمام المتقدمين لهذه الامتحانات وولدت صعوبات وتحديات في تمكنهم من الحل، وهو ما حذا بمجلس الطلاب والشبيبة القطري ببعث رسالة رسمية لوزارة المعارف بهذا الشأن. أنا توجهت للأعضاء في مجلس الطلاب والشبيبة القطري الأعضاء العرب أنه يقدموا رسالة رسمية للوزارة بخصوص هذا الإشي، أنه بأي حق لحتى يكون في هيك أخطاء يعني بالترجمة وبالبكروت، ليش لحتى نضطر ناخذ نسخة بالعبران اللي هي يعني مش كيف لازم إحنا نقدم عشان أعرف أفهم البكروت نفسه. ويصف الطالب موسى جرامني وهو طالب في الصف 11 تخصص فيزياء وهندسة حاسوب، يصف الأخطاء التي حدثت بالقاتلة بالنسبة للطلاب الذين أنهوا الامتحان دون ما حل قرابة الثلثين من الأسئلة المطلوبة، وأنه لن يسكت عما حدث وينادي بضرورة التحرك لحل هذه المشكلة. في أخطاء بكروت الفيزياء كانت بالترجمة
ونفس الإشي بالهندسة الحاسوب اللي هي أخطاء قاتلة بالنسبة للطالب. نفس الإشي البقروت صار أطول والوقت ظلوا نفس الوقت. كثير طلاب خلص وقت الامتحان ومش حلين إلا ثلثين المطلوب. من جانبه يصف الأستاذ عصام إغبارية وهو مدرس لمادة الكيمياء ومصلح لامتحانات البقروت ما حدث بالكارثة، حيث تبين أنه يوجد أخطاء فادحة بالترجمة، وهو ما اعتبره بأنه استخفاف واستهانة بالطلاب العرب الذين وضعوا في موقف لا يحسدون عليه. أول بقروت كان الكيمياء، تبين أنه في خطأ في ترجمة بكلمتين اللي أنا أدعي أنه لا يمكن لأستاذ اللي بيعرف كيمياء أنه يخطأ في ترجمتين. وهذا الكلام يعني على سبيل المثال مصطلح اللي هو بالعبري ألمنيوم اللي ترجم في العربي إلكترونات، كيف يعني في شيء مش واضح. كلمة اللي هي تمبراتورة اللي هي يعني درجة حرارة ترجمت إلى غلاف جوي، يعني شيء اللي ظاهر في ظاهر الأمر إنه خلل أكبر من إنه ترجمة حسب رأيي. هاي إحنا من طالب إنه الناس اللي ترجم الامتحانات تكون ناس اللي هي من حق للتعليم، معلمين بيعلموا بيولوجيا، لأنه في مصطلحات ممكن بالشارع نستعملها ولكن بالامتحان بالتعليم إحنا بنستعملهاش، وهذا الإشي بيصعب على الطلاب وبيأثر على النتائج. فبتمنى انه يعني هذا الاشي عن جد صوتنا يوصل كمعلمين وكطلاب انه لسنين الجاي الاشي ما يتكررش. واللي فهمته برضه بالكيمياء بكى في مشكله يعني برضه بمواضيع ثانيه، فالاشي قاعد بتكرر اكثر من مره. الامتحان يكتب في عده مراحل، في المرحله اللي قبل النهائيه بعد المراجعه يعني يعرض على معلمين في الحقل، واذا بيكون في هناك اشكاليات صعبه مرات بصير تغيير في النسخه العبريه. هذا التغيير صار، فعلى ما يبدو انا ادعي إنه النسخة الأخيرة بعد التغييرات اللي صارت في النسخة العبرية، النسخة العربية لم تترجم، يعني لم يتم حتلنت النسخة العربية في الترجمة الأخيرة. هذا ويشكل الطلاب العرب 50% من عدد المتقدمين لامتحانات البقروت سنويا، وبالتالي ينادي المعلمون بغضب بضرورة عدم تكرار ما حدث لما له من تبعات سلبية على تحصيل الطلاب العلمي، وضرورة تسليم امتحانات البقروت لمترجمين من أصحاب الكفاءات ومن حقل التعليم لتفادي هذه الإشكالية التي يقولون إنها تتكرر كل عام. مباشرة ينضم إلينا الآن رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والباحث دكتور شرف حسان. أهلا بك دكتور. في بادئ الأمر يعني مغالطات كبيرة وفادحة في ترجمة امتحانات الثانوية العامة البقروت، كيف من الممكن الوصول إلى وضع من هذا النوع؟ ليس هناك أي رقابة على مسألة الترجمة؟ هل هذا الأمر هو أمر استثنائي أم أنه حدث فيما قبل ولم يعالج؟ بداية شكرا على طرح الموضوع. لجنة متابعة التعليم مباشرة بعد امتحان الكيمياء أرسلت رسالة إلى مدير عام وزارة التربية والتعليم، كذلك بعد امتحان البيولوجيا، وأشرنا إلى الأخطاء ليس فقط في هذين الموضوعين إنما أيضا في شتى المواضيع التي وصلتنا ملاحظات من المعلمين، الحاسوب، البيئة، علوم الزراعة، الإلكترونيكا والفيزياء وما إلى ذلك. يعني القضية هنا بتعكس استهتار بالطلاب العرب باللغة العربية، بالممتحنين العرب، بالمعلمين العرب. يعني للأسف الشديد يعني الأمر رغم أنه أرسلنا رسائل في هذا الموضوع الأمر استمر رغم أننا حذرنا من هذا الأمر ولم نتلقى جواب رسمي. يعني فقط سيكون غدا حددت لنا جلسة في وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن مع قسم الامتحانات ومع حتسولد وآخرين، ومن قبلنا سيحضر أيضا ممثلين عن لجنة متابعة التعليم بالطبع والأهالي والمعلمين ومندوب عن مجمع اللغة العربية لطرح الموضوع بكل أبعاده.
الآن يعني كما قيل في التقرير القضية كما يبدو تتكرر، ولكن الأمر الجيد الذي حدث هذا العام أن الموضوع خرج إلى العلن، يعني بمعنى أنه كان توجهات لنا كلجنة متابعة التعليم ونحن أثرنا الموضوع بقوة وأطلقنا نداء إلى كل المعلمين في كل الموضوع، يعني إذا كان هناك تكرار لقضية الأخطاء توجهوا لنا وأثيروا هذه القضايا ليس فقط داخل نطاق تفتيش الموضوع، إنما أيضا من حقنا نحن كجمهور وكلجنة متابعة التعليم أن نعرف ماذا يجري كي نستطيع معالجة الأمر. والأمر الإيجابي أن هناك الكثير من التوجهات كانت من المعلمين، ونحن نرى أن أيضا الصحافة بدأت تهتم العبرية والعربية، وهذا جيد لأنه يعني هذا بداية الحل، أن نطرح المشكلة وأن نناضل من أجل حلها. وأنا أريد أن أقول يعني أنه هذا أيضا ليس مفهوم ضمنا، يعني مشاكل أحيانا تتكرر سنة بعد سنة والمعلمين والطلاب والأهالي بمروا عليها مر الكرام، ولكن في مشكلة لأنه اعتدنا أن يكون مشاكل، وهذا خطأ، علينا أن نفضح المشاكل كلها والأخطاء كلها حتى نستطيع أن نعالجها. وكان عندنا تجربة يعني في هذا الموضوع قبل 4 سنوات بالضبط، يعني كان عندنا مشكلة بالضبط، كان عندنا مشكلة بموضوع الجغرافيا، كان على مدار 15 سنة الامتحان المحوسب كان باللغة العبرية ولم يتحدث أحد خارج إطار يعني الشكوى داخل إطار التفتيش والوزارة، وفقط عندما قام أحد المعلمين بالتوجه لجنة متابعة التعليم على الفور تقدمنا بالتماس إلى المحكمة، ومنذ ذلك الحين يتم ترجمة الامتحان والخرائط، وأيضا يعني هناك في على الأقل في نطاق الموضوع الذي التمسنا به هناك محاولات لعدم تكرار الأخطاء في الامتحانات المطبوعة، لذلك يعني طب هذه يعني محاولات مباركة أستاذ شرف حسان، لكن في حال هذا الحراك لم يؤتي أكله في أي اتجاهات ممكن التحرك، وهل هناك ما يضمن ربما بأن يؤخذ هذا الأمر الأمر المتعلق بالأخطاء الفادحة بعين الاعتبار عندما ربما يقيم الطالب من ناحية التحصيل العلمي في نهاية هذه الامتحانات؟ يعني نحن يعني أرسلنا رسائل للوزارة ليس صدفة، يعني نحن نحضر نستعد لكل الإمكانيات بما في ذلك إمكانية التوجه للقضاء، يعني لا يمكن التوجه للقضاء فقط بدون أن نستنفذ كل الإمكانيات وأن نثبت فعلا أنه كان تأثير سلبي على الطلاب، يعني لذلك يعني نريد من خلال الضغط حاليا الذي نحاول إثارته أن تكون هناك إجراءات كي لا يتضرر الطلاب الذين تقدموا للامتحانات، بمعنى أن تؤخذ الأخطاء هاي بعين الاعتبار الآن، يعني لذلك كل هذا الضغط الذي نحاول أن نقوم به من خلال إثارة القضية في شتى الوسائل وفي شتى الساحات، وكما قلت غدا لدينا جلسة أيضا مهمة، والأمر المفرح أنه أيضا ضغط المعلمين يثمر، يعني كان هناك جلسة مع يعني مثلا في موضوع الكيمياء كان هناك جلسة للمفتشة مع كل المعلمين العرب حضرها أكثر من 100 معلم، هذا أمر جيد، يعني أن يقف المعلمين ومعلماتنا ويقولون كلمة ويصرخون من أجل المطالبة بحقوقهم وحقوق طلابهم ومن أجل الـ يعني الوقوف يعني على المهنية على الجانب المهني بما في ذلك في قضايا اللغة العربية، هذا أمر يعني يجب أن نشيد به كمجتمع، هذا تحول برأيي تحول إيجابي، وكما قيل يعني ليس صدفة أنه يعني الآن كل القضايا عم تطرح لأنه فعلا يعني نحاول أن نكسر هذا الحاجز وبطبيعة يعني الحال أن يقوم المعلمين والطلاب والأهالي بدور فعال، وأنا أعتقد أنه هذا جزء من النضال. الآن كل الإمكانيات ما زالت أمامنا مفتوحة، القضاء، الضغط الجماهيري، أيضا هناك في الكنيسة تحركات، وفي حال يعني لم يجدي كل هذا ممكن أن نخوض نضال احتجاجي حتى بإضرابات وما إلى ذلك، ولكن هذه إمكانيات عمليا سنتركها وبطبيعة الحال سنتابع هذا الملف على أمل يعني أن لا نصل إلى هذه الحد وأن تؤخذ هذه الطلبات وهذا الصوت وهذه المطالب والحقوق اللي يعني البسيطة جدا بعين الاعتبار على، وأيضا سنستمر في نضالنا من أجل إحقاق حقوقنا بكل ما يتعلق بمكانة اللغة العربية وحقوق التعليم العربي. سنتابع معكم هذا الملف دكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، شكرا جزيلا لك.
إلى ملفنا الثالث لهذا اليوم، حيث عقدت لجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة بئر السبع جلسة لمناقشة المخطط الحكومي لبناء 5 مستوطنات يهودية في النقب على أراضي بلدات عربية بدوية مأهولة تقع على شارع رقم 25 الواصل بين بئر السبع وديمونة. بمشاركة العشرات من المواطنين وشخصيات تمثيلية من النقب، عقدت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع جلسة لمناقشة المخطط الحكومي لبناء 5 مستوطنات على أراضي بلدات عربية بدوية مأهولة تقع على شارع بئر السبع ديمونة. كان لقاء في لجنة التخطيط والبناء اللوائية في بئر السبع، كان لقاء نوعا ما حار حول إقامة 5 مستوطنات في الجنوب على شارع 25. يعني هنالك مخطط لإقامة 13 قرية أو ما يسمى استيطان قروي في الجنوب، يعني يخططون المنطقة بشكل عام فقط لليهود، لا يوجد تخطيط للعرب. ويعاني المواطنون العرب البدو في النقب من تضييقات مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث تستمر في هدم بيوتهم ومحاولة تهجيرهم من أراضيهم التي يعيشون عليها منذ عشرات السنوات ضمن مخطط سياسي يهدف إلى تهويد النقب. في اللجنة اللوائية بالنسبة لتخطيط 13 قرية في الجنوب وبجانب كل القرى البدوية، يعني مثل عرعر النقب في حواليها 3 قرى، بدها تقام 3 قرى حتى يسكروها من كل الطرق. طرحت هذا الموضوع بأنه يعني يتكلمون عن من ناحية يتكلمون على الجيرة وعلى تقدم هذه القرى التي يخططونها. عقدت جلسة في الجلسة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع. طبعا الجلسة عقدت لإقامة 10 قرى يهودية في منطقة النقب الجنوبي، منطقة شارع 25 أو بمحاذاة شارع 25، يعني قرى اللي هي قرى زراعية أو قرى يهودية أخرى. فهذه القرى طبعا احنا كرؤساء مجالس، وكان في حضور كبير جدا لرؤساء مجالس ولجان شعبية. وطالب القياديون والناشطون باستنهاض الهمم واستعمال كافة الأدوات النضالية البرلمانية والقضائية والشعبية من أجل الانتصار في معركة البقاء. الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نستعرض موضوعين، أولهما مقال نقدي بشأن انتخابات نقابة المحامين، وثانيهما تعمد الاحتلال استهداف الصحافة التي ترصد الانتهاكات في الأراضي المحتلة. وبه نبدأ. إذن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال عدوانها على الأراضي المحتلة أمس النار على المسعفين والمدنيين وعلى طواقم الصحافيين، وذلك في محاولة لمنع الصحافيين من توثيق الأحداث والعدوان على جنين ومخيمها. واستهدفت اعتداءات الاحتلال وقناصته جميع الطواقم الإعلامية التي كانت حاضرة في المكان، بينها طواقم القنوات العربية الإخبارية وطاقم وكالة الأنباء الفلسطينية وفا وطاقم وكالة رويترز للأنباء. يا أخوان القناصة، القناصة علينا باتجاهنا، اقعد طمل طمل، القناصة علينا باتجاهنا بتضرب. هذه الصور أعادت إلى الذاكرة المشاهد التي لم تنسى أصلا من جريمة اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، كما أن استهداف الصحافيين تزامن كذلك وموعد الرسائل المباشرة، وهذا ما حدث مع أحد الصحافيين على الهواء مباشرة. هناك إطلاق واضح، اطلع اطلع. إذن هذا واضح من خلال الاقتحام. وفي التفاعلات كتب الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية،
استخدام القوة المفرطة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جنين تعبير واضح عن عدم الاكتراف بحياة السكان المدنيين المكدسين في مناطق عالية الكثافة السكانية. استهداف المدنيين ومن ضمنهم الصحفيين هو انتهاك جسيم لا يمكن تبريره بأي حال. تغريدة أخرى في هذا السياق كذلك الأمر: بطش الصهاينة يعتدون ويرهبون عدسات الصحافة، لا يريدون أن يرى أحد إجرامهم، جنين تقاوم. وعبر إنستغرام كتب هذا الحساب أيضا: خايفين حقيقتهم تطلع على الناس وبيخافوا من الكاميرات والجوالات، من الناس، من الشباب، من الحجار، بيخافوا من كل شيء موجود على هذه الأرض، وباختصار لأنها مش أرضهم. إلى موضوعنا الثاني، حيث تتجه الأنظار في المشهد الإسرائيلي بشكل كبير إلى انتخابات نقابة المحامين لما لها من ارتدادات على المشهد السياسي وتركيبة لجنة اختيار القضاء، حيث نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت مقالا نقديا في هذا الشأن كتبه ناحوم برنيع، وتطرق فيه إلى ترشيحات وانعكاساتها في هذه الانتخابات. ومن المقال نقتبس: الانتخابات مسرحية مشوقة لسبب آخر، الوقاحة. منافسة نافي على المنصب تحمل شحنة ثقيلة جدا من الوقاحة تكاد تكون موهوبة. نافي هو صاحب سوابق مدان في قضية واحدة اشتبه بالتدخل في تعيين محامية كقاضية، الجنس مقابل التعيين. ليس خيرا أن يكون المحامون مشاركين في انتخاب القضاة الذين سيحسمون في ملفاتهم، هذا مدخل للخاوة والفساد والتجار بالتحكيمات وبقرار محاكم متحيزة، فضلا عن أن قيادة الرابطة انكشفت في السنوات الأخيرة بعارها. إن تنافس نافي يحول الانتخابات في الرابطة من مسرحية دراماتيكية إلى مسرحية عبث، لكن ما الذي يمكن قوله عن أولئك الذين يؤيدونه؟ ما الذي يمكن قوله عن كل حكماء القضاء الذين لا يجدون مادة واحدة تمنع صاحب سوابق مدان من المتاجرة في تعيين قضاة إسرائيل؟ بهذا الاقتباس نصل ختام بانوراما لهذا اليوم، لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.